بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، دلوقتي أنا هبتدي أشرح التراس. أول حاجة هو مديك هنا بيقولك for the shown truss عايز ال forces. معنى فور مبدئيا التراس ده ال forces ده التراس ما بيبقاش عليه ولا شير ولا مومنت، يعني هو يدوبك forces جوه members. زي ما كنت بتحل في structure 1 إن أنا كنت بعمل حاجة اسمها joint equilibrium وبجيب force لكل member، تمام؟ فهو بيقولك عايز ال forces in members due to dead plus live and dead plus live plus wind and export results to excel. تمام، اول حاجة تعالى كده هنفتح موديل جديد للساب. اول حاجة دوس فايل نيو موديل، خلي بالك من اليونت. اليونت هنا خليها كيلو نيوتن متر، وابدأ بلانك. اقفل الويندو دي. بصوا يا جماعة انا هشرح بسرعة سنة، لان انا في اول تو فيديوز كنت بشرح بالراحة جدا، الناس بس كانت تفهم ايه الدنيا وبتكلم عن ايه، لكن دلوقتي خلاص اظن الحاجات دي بقت عادية. فانا هشرح ايه، هشرح بسرعة سنة. دلوقتي اول حاجة مبدئيا التراس ده بيترسم ايه؟ التراس ده بيترسم زي ما قلنا قبل كده ان ده الاكس بتاعك ودوت ايه ودوت الزد. فالتراس ده 2D هترسم ايه؟ هترسم في الاكس زد. حد اكيد ما حدش عنده مشكلة في النقطة دي. تمام، اول حاجة عشان ارسم التراس ده انا محتاج احط الجريدز. الجريدز اللي عندك في مدرستين في حط الجريدز. في اول مدرسه في ناس بتقول لك انا هعمل جريد هنا وجريد هنا وجريد هنا عند كل ممبر من دول، وجريد هنا وجريد هنا وجريد هنا وهنا وهنا ومكمل هنا، وتيجي في الاتجاهات تقول لك هعمل جريد عند النقطه دي وجريد عند النقطه دي وجريد عند النقطه دي والنقطه دي وكده. انا عن نفسي ما بشتغلش كده، انا بفضل اعمل جريدز عند اماكن التغيرات. ايه اماكن التغيرات؟ يعني بمعنى انا مثلا هعمل ايه، هاجي كده انا هعمل جريد، انا هاجي كده هعمل جريد عند اول نقطة زيرو، وجريد هنا اللي هو ايه، هو بيقول لك الاسبان ده كل واحد بتلاتة متر، دول تمانية سبيسنج، الواحد بتلاتة متر يديك 24 متر. يعني اعمل جريد عند زيرو وجريد هنا مثلا عند 12 متر، تمام، وهعمل جريد تالتة هنا اللي هي عند كام، عند حوالي 24 متر. ده 24 متر اللي هو اخر الاسبان، تمام. ده بالنسبة ايه للجريدز اللي في الاكس. طب بالنسبة للجريدز اللي في الواي، هعمل جريد طبعا اللي في الزد، هعمل جريد عند زيرو وجريد هنا اذا هنا اول تغير عند 3 متر، هعمل جريد عند 3 متر، ولو لاحظت ان هنا ده عند 4 متر فهعمل جريد عند 4 متر، وهنا النقطة دي عند كام؟ النقطة دي عند 3 متر زائد متر اللي هي عند 4 متر اللي هي نفس النقطة دي، ما عنديش مشكلة فيها. آخر نقطة اللي هي من فوق دي، دي عند ايه؟ عند 3 1، دي عند 6 متر. دول الجريدز اللي أنا هعملهم. هعمل جريد هنا عند الزيرو، جريد عند 3 متر، جريد هنا عند 4 متر، جريد هنا عند 6 متر. أماكن التغيرات بس، ما بعملش فيه كله. نقول لك بقى نعمل الموديل ازاي. أول حاجة مبدئيا هات لي هنا الـ View X Z. هدوس رايت كليك، edit grid data modify and show system. تعالى نحط الداتا. بدينا نخليها ordinates مثلا. انا قلت لك اول حاجة في الاكس يبقى عندك جريد عند زيرو وجريد عند 12 متر وجريد عند كام، عند 24 متر. طب في الواي، الواي انا كده كده ما عنديش حاجة. طب الزد، الزد قلت لك جريد عند زيرو وجريد عند 3 متر وجريد عند 4 متر وجريد عند 6 متر. دول التلاتة جريدز اللي انا حطيتهم، الاربع دول، الاربعة دول اللي انا حطيتهم لك ايه، ثانية اوريهم لكم. دول نفس الاربعة، هو الزيرو عند 3 متر، عند 4 متر، عند 6 متر. تمام، هاجي كده عند الموديل وهدوس اكس زد بحيث ان هو يجيب لي الفيو للجريدز اللي انا عملتها. تمام، دي الجريدز اللي انا حطيتها. عايز ابتدي ارسم الفريم، عايز ابتدي قصدي ارسم التراس اللي موجود عندي. هترسم التراس ازاي؟ مبدئيا هو شكل التراس ايه، هو بيقول لك هنا طلع 4 متر وبعد كده مشي هنا لحد عند النقطة اللي عند 12 متر، والنقطة دي عند النقطة اللي هي عند 12 متر في الاكس طلع 6 متر. خلاص تعال نرسم الكلام ده، سهل جدا. اول حاجة انت الشغل بتاعنا العادي define و materials و add new material، ومثلا دي هنسميها مثلا ايه، كونكريت، وهنخلي الجون بتاعتها ب25 والتايب بتاعها كونكريت، وهدوس اوكي. اوكي، وبعد كده define section properties frame section. هو المفروض هنا يبقى مديك section معين. هندوس add new property ونختار i section،
والماتيريال بتاعته اللي هنمشيها الماتيريال دي. التراس يا جماعه، في نقطه اتلخبط، التراس الماتيريال بتاعته لازم تبقى ايه؟ ستيل. فلما تيجي انا تعمل ديفاين، انا هنا عملت كونكريت، لا غلط، انا هعمل اد نيو ماتيريال، ديت هنسميها ستيل، تمام، ولازم دي تبقى ستيل، وسيب كل حاجه زي الديفولت زي ما هي، وادوس اوكي. اوكي تمام كده، انا عملت ديفاين الماتيريال. بعد كده ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، اد نيو بروبرتي، وده مثلا نون، هنقول نوع اي سيكشن، هتسميه مثلا بيم تراس، بي تراس مثلا، ده اي سيكشن فرضته. اهم حاجه الماتيريال بتاعته، اختار لي ستيل، وده شكل الاي سيكشن اللي انا هعمل بيه تراس موديل بتاعي، هدوس اوكي وادوس اوكي. تعالى هنا بقى عند، هبتدي ارسم بدرو اليمنت، واختار لي، هو هنا جاب لي ماتيريالز بي تراس. مبدئيا تعالى، اول نقطه عندك هتبقى من صفر لكام؟ هل ل 3 متر؟ لا، اول نقطه من صفر ل 4 متر. بعد كده راحت للنقطة اللي هي الايه اللي في النص دي، اللي هي عند 12 و6 متر. بص ركز معايا، هنا تحت هنا الاكس ب 12 والزد ب6، تمام. بعد كده جت هنا عند النقطة بكام؟ بعد كده لما جت هنا، بعد كده جت هنا النقطة دي اللي هي موجودة عندك هنا، ايه اهي النقطة دي، النقطة دي عند كام؟ اكس ب 12 وزد ايه ب 4، لان 3 و1 هنا 4، تمام. دي اخر نقطة انا عملتها. بعد كده تعالى نبص على الموديل، بحيث ان احنا نعرف. بعد كده هعمل النقطة دي اللي هي عند الاكس ب 24 والزد ب 3، فهتوصل دي كده. بص تحت هتلاقي هنا الاكس ب 24 والزد ب 3، وقفل الشكل بقى بتاعك، تمام. بعد كده دي أول نقطة أنا عملتها، تمام. حاجة مهمة جدا هي انت دلوقتي وانت بتعمل، ثانية يا جماعة، دلوقتي عايز اجي عند الفريم ده، عايز ابتدي ارسم اللي هي ايه الممبرز اللي واقفة الدياجونال اللي هي موجودة عندك في الرسمة، اللي هي دي اللي واقفين دول. هترسمهم ازاي؟ انا قلت لك في الاول ان في مدرستين، مدرسة بتقول لك اعمل جريدز عند كل نقطة، لكن انا بشتغل كده. طب ماشي، طب حد يقول لي تعالى نرسم الممبر ده. بص لو جيت ترسم اي ممبر من دول، هتلاقي ان انا لو دوست عليه كده، بص مش هتعرف تعمل سنيبنج هنا، مفيش نقطة، لان انا مش حاطط جريدز هنا عشان يعمل عندها سنيبنج. هتعمل ايه؟ انا عن نفسي هعمل ايه؟ هاجي هنا عند الرسمة، بصوا هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده متقسم التراس ده 8 مسافات، وكل واحدة 3 متر. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8 سبيسنج، وكل واحدة ايه؟ 3 متر. خلاص، طب اقسمه، يعني ال 24 متر دول متقسمين 8 سبيسنج، هعلم عليه وادوس ايه؟ ايديت، تمام. بعد كده ايديت، ايديت لاينز، بعد كده ديفايد فريمز، بعد كده بيقول لك ديفايد انتو، هقول له قسمه لي ل 8 فريمز وادوس اوكي. بص لو جيت هنا، اول نقطة عند زيرو، بص تاني نقطة بقت عند كام؟ عند 3 متر. بص تحت هنا تاني نقطة عند 3 متر، بعد كده بقت عند 6 متر، بعد كده بقت عند 9 متر، والنقطة في النص عند 12 متر. ده اللي انا عايزه بالظبط. بص لو كده جيت تعمل سنيبنج اهو، ايه ده، ارى النقطة اهي. طب بص لما اجي فوق، مش شايف النقطة اللي فوق. خلاص نعمل نفس الحركة فوق، تعال نبص هنا الممبر اللي هو الفريم اللي فوق، الجزء بتاع التراس اللي هو الفريم اليمنت اللي انا رسمه ده، دوت متقسم ل 1 2 3 4، متقسم ل 4 مسافات. اجي هنا اعلم عليه ايديت، وبعد كده ايديت لاينز، ديفايد فريم، واقسمه انتو 4، وادوس اوكي. بص هتلاقي شايف، ادي 1 2 3 وادي 4، قسمه لي ل 4 اجزاء، تمام. وكل جزء اهو لوحده، اقدر اعلم عليه لوحده، هو ده اللي انا كنت عايزه. طب تمام، تعالى هنا عند نفس الموضوع، ايديت، ايديت لاينز، ديفايد فريم، وانتو 4، هيقسمه لك برضو بنفس الطريقه. تعالى بقى نرسم الفريمز الموجوده عندي. هتيجي هنا اتعلم عند النقطة دي والنقطة دي، كده رسمت أول فريم، تاني فريم أهو، تالت فريم أهو كده، رابع فريم مفهوش مشكلة، خامس فريم الدنيا زي الفل كده، ده كده، بعد كده ده كده، تمام. بعد كده عايز أرسم شوية الدياجونالز دي اللي هي واخدة حرف الـ V، عادي جدا. أهو أول دياجونال،
كده انا رسمت التراس بتاعي. بصوا يا جماعه، اصعب نقطه في التراس هو رسمه، بقيه الحاجات كلها سيستماتيك خالص. يعني هو المشكله في اوله، في وين انت بترسمه. تمام، تعال بقى نبتدي نحط السبورتس بتاعتي. هنا بص، هنا دي رولر ودي هنج. تعال نابلاي الكلام ده، اساين جوينت ريسترينز، واحط لي دي هنج، وتعالى على دي اساين جوينت ريسترينج ريسترينز، واحط لي دي رولر. كده انا حطيت دي هنج ورولر زي ما هي كانت موجوده جدا في المساله. تمام، تاني اصعب نقطه في سؤال التراس هو حته اللودز اللي هتتحط عليه. هنحط اللودز ازاي على التراس؟ دي نقطه مهمه جدا. بصوا يا جماعه، مبدئيا هو انا معرف لك، بيقول لك ان عندك ديد لود ولايف لود وتحت ويند لود. تمام، طب تعالى نعرف ديفاين لود باترنز، وعرف لي الديد، خلي السيلف ويت مالتي بلاير بزيرو. كده الديد متعرف، تعرف لود اسمه ال ودوت نو لايف سيلف، عرفت اللود اسمه لايف ولايف لود والسيلف ويت بزيرو، وادوس اد نيو لود باترن. بعد كده تالت لود اعرفه دبليو والتايب بتاعه فين هنا ويند، واد نيو لود باترن. كده انا عرفت تلاتة لودز الموجودين عندي، هدوس اوكي. تمام، باقي ان انا اصاين اللودز دي. بص لو جيت هنا هتلاقي ان الديد لود ادي دي الفاليوز 15 هنا و15 وفي النص بتلاتينات. تمام، ده نو ديد. طب تعال نابلاي الكلام ده، هتعلم على الجوينت دي. انت عرفت ان اللود هنا ب 30، اساين جوينت لود فورسز. تمام، هتعرفها ايه؟ مبدئيا دي نعرفها جلوبال لان هي في اتجاه الزد لتحت وما فيهاش اي مشكله، وكوميتها بكام؟ ب 30. طب هل 30 ولا نيجاتيف 30؟ نيجاتيف 30 دي نازله لتحت. ريبليس او اد ما يفرقش معاك، ان ده اول لود تحطه. شايف؟ عرف لك الثلاثه لودز ب 30. بعد كده في تو لودز هنا، اساين جوينت لودز فورسز، وهتقصين اللودز دي بكام؟ بنيجاتيف 15، ودي ديد زي ما هي. كل ده تمام، كده انت عرفت الديد لود. هتعمل هنا نفس الكلام برضو، بس انا اختصارا هشتغل على الجزء ده. وهنا زي هنا نفس الكونسبت، شال وقت بس. تمام، بعد كده بيقول لك ان عندك لايف لود هنا ب 10 و10 و10 وهنا ب 5 و5 على الاطراف، ونوع لايف لود نفس الطريقه. هعلم على الثلاثه جوينتس، اساين جوينت لودز فورسز. تمام، ده هتخلوه لي لايف، وعرفنا ان هو نيجاتيف 10 وعلى الاطراف ب 5. يبقى مفرقش معاك ريبليس او اد لان ده نوع لود جديد، وادوس اوكي. تمام، وتعرف بقى على الطرفين. طبعا حد هيقول لي لا ده كده شال اللودز القديمه. لا مش شالهاش، انت ممكن تظهرها بديسبلاي زي ما انا قلت في الفيديوز اللي فات. تعال نعرف اللودين اللي على الطرف دول، اساين جوينت لودز فورسز، ودي عرفها لي بنيجاتيف 5، وريبليس اوقات برضو ما يفرقش. كده انا عرفت ده. كده انت عرفت الديد لود وايه؟ كده انا عرفت الديد لود وعرفت اللايف لود. اصعب حاجه في الفريم هو الويند لود. تمام، الويند لود ده انا هقول لك دلوقتي ايه اسهل طريقه تعرفه بيها. انت عايز تعرفه باي طريقه براحتك. بصوا، مشكله الويند لود ده ايه؟ الديد ما فيهوش مشكله، او اللايف ليه؟ لان هو يا جاي في اتجاه زد يا جاي في اتجاه اكس، فجاي في اتجاه معين انا ما بحيرش فيه. لكن ده مشكلته ان هو بص بروجيكتد عمودي على الفريم، عمودي على الماضي. طب ازاي هتعرفه؟ بص يا جماعه، اسهل طريقه انا بعرفه بيها، باجي بعمل ايه؟ انا بعرفه عن طريق الفريم. مش ده فريم وانا عرفت الفريم؟ هقوله الفريم ده عند اول نقطه، عند زبان، عند اول نقطه بزيرو عندي لود ب 8، وعند النقطه دي عندي لود ب 16. تمام، طب حد هيجي يسالني بقى هنا سؤال مهم. طب انا هنا ماشي اعرفه 8 و16، هل هتعرفه لوكال ولا جلوبال؟ لو تفتكر زمان احنا طبعا متعودين، ادي دي جلوبال اكسس، عندي الاكس كده والزد لفوق والواي اللي هو داخله اندبس. تمام، طب هل اللود ده جاي في اتجاه زد؟ لا، ده مايل عن اتجاه زد، اللود ده جاي كده والزد ده لفوق، فاذا مش هعرف اعرفه جلوبال. طب خلاص، طب تعالى نعرفه لوكال. هل هتعرفه لوكال بالنسبه للجوينت ولا بالنسبه للفريم نفسه؟ بصوا يا جماعه، لو جينا هنا على الكاد ودوست علامة الصح وجبت الجوينتس لوكال اكسس، هتيجي تفاجئ بشيء. بص، شايف؟ ادي اكس، وادي واحد، وادي جلوبال اكس 2، وادي 3 لفوق. لو تلاحظ ان دول واخدين زوايا 90، مش هيجوا بروجكتد بنفس المنظر ده. طب عشان اعمل لهم بروجكشن كده، محتاج تجيب الانجل دي اللي هي السيتا، الانجل اللي هنا اللي هي السيتا دي،
محتاج تجيب الانجل دي، بعد ما تجيبها تلف الجوينتس دي بيها. طب انا حد هيقول لي انا مش عايز اخش في الموضوع ده، انا مش فاهم حاجه، كل السهوله اللي انت هتيجي تعمله ايه؟ انا قلت لك قبل كده ان انت الفريم الواحد من دول، مش انا قايل لك قبل كده ان الفريم ده ليه لوكال اكسس؟ يعني انا لو جيت خدت الفريم ده كده بره، مش ده ليه لوكال اكسس؟ وكنت قلت لك قبل كده ان اللوكال اكسس بتاعه ده الواحد اللي هو ماشي في اتجاه الفريم، وقلت لك ان اتنين ده العمودي على الفريم، وتلاتة ده اللي هو ايه العمودي عنه عليه في الناحية التانية. مش دول انا عرفت لك الحاجات دي قبل كده؟ خلاص. طب بص، انت هنا عايز تحط اللود 8 ده عمودي على الفريم، فممكن لو حطيته في اتجاه واحد، اتجاه واحد ده عمودي على الفريم، يجي مظبوط. طب عايزين نتأكد بقى من لوكال اكسس، تعال هنا وانا زي ما انا 3 دي فيو، الغي لي بدل ما تظهر لي الجوين لوكال اكسس، خلوا لي الفريمز لوكال اكسس. بص يا جماعه، شايف اللوكال اكسس بتاعت الفريمز؟ بص ادي الاكس في اتجاهه، على عكس هناك لما ظهرت لي الجوينت كانت في اتجاه الاكس، لا دي الاكس في اتجاهه اللي هو اللود اللي هو الاحمر ده اللي هو واحد، الاهلي زمالك وام بي 3. خلاص اذا تعالى قول لي بكل سهوله، خلاص انا احط اللود في اتجاه ايه؟ ده واحد، ده اتجاه اتنين. خلاص احط اللودز في اتجاه اتنين وخلاص، هو ده اللي انا عايزه منك، احطها في اتجاه اتنين اللي هو اتجاه عمودي على اتجاه الفريم. طب تعالى ننفذ في الكلام ده، هنحطهم ازاي بقى؟ خلاص تعالى مثلا، تعالى نبص عندك هنا، اول لود موجود عندك هو اللود اللي هو ايه، هو اللود اللي هو ب 8، تمام. بعد كده 16 16 16، خلاص. طب تعالى نحط على اول فريم، اول فريم ده اللود عند بدايته ب 8 وعند نهايته ب 16. طب تعالى نحط اللود ده، هتعلم على الفريم اساين فريم لودز، وده نوعه ده بوينت لود، لان انا عايز احط لود هنا ولود هنا وده بوينت، تمام. اختار لي هنا اللود باترن، هتختار لي ويند، تمام جدا. طب الدايركشن انا عايز احط لوكال، لوكال ليه؟ لان انا قلت لك ده اتجاه واحد اللي هو الاهلي، ده اتجاه اتنين، طب عايز احط لوكال في الدايركشن في اتجاه اتنين، جميل جدا. بيقول لك عند مسافة صفر في اول الاسبان عايز احط اللود ب 8، وفي اخر الاسبان عايز احط اللود بكام؟ ب 16، وهتدوس اوكي. بص حط لك اول لود ب 8 في اوله وفي اخره ب 16. تعال نابلاي نفس الكلام ده هنا، تمام. هدوس اساين فريم لود بوينت لود ونوع ويند، في اوله ده في اول الاسبان اللي هو هنا ب 16 وفي اخره ب 16، وتدوس اوكي، هو حط لك اللودز. هكمل بنفس السيكونس ده بقيه اللودز، هتعرف لي بقيه اللودز الويند، تمام. لو جيت هنا بصيت معايا دول شويه لودز كده ويند، وهنا نفس الطريقه ونفس كل حاجه، اللودز اللي هي هنا زي اللي هنا، تمام. كل اللي ممكن يعمل يعني معاك مشكله، في اللودز الهوريزونتال دي هتحطها ازاي؟ تعالى مثلا اعلم على الجوينت دي اساين جوينت لودز فورسز، واختارها لي مثلا حطها جلوبال، ودي في اتجاه زد صح، ونوعها دي في اتجاه اكس، وقيمتها ب 8، وادوس ريبليس ولا اد، هي دي نوعها ويند، وخليها اد مثلا لان انا حاطط لود تاني هو هنا ب 8، فخليها اد، وادوس اوكي، حط لك اللود اللي هو ب 8. وهنا نفس السيناريو assign joint loads forces، دي في اتجاه الاكس وقيمتها ب 8، ومفرقش معايا replace او add، وادوس اوكي، حط لك ايه 8 و8، تمام. تمام كده بقى، انت بعد ما خلصت الخطوات دي كده انت خلصت كل اللودز اللي موجودة عندك، تمام. بعد كده عايز بقى اطلع النتائج دي. بعدين اول حاجه عشان تيجي بعد ما تخلص، انا قلت لك قبل كده ان الفريم ده ما بيبقاش عليه اي مومنت، ازاي تفهم السبب ان الفريم ده معلوش اي مومنت؟ بص هتدوس كنترول اي، وهتقول ثانيه انه مهنج، هتدوس كنترول اي، بعد كده هتدوس اساين فريم، بعد كده ريليزز او بارشال فيكستي، وتختار ام 3 3 تعمل لها ريليز، يعني بمنع المومنت سواء ام 2 2 او ام 3، بمنع المومنت عند بدايه ونهايه الفريم. ليه بعمل كده؟ عشان انا بقول لك ان عايز افهم البروجرام ان ده تراس، والتراس معناه انه ما عندوش مومنت، فعايزه ما يدينيش عليه اي مومنت، ادوس اوكي. بص فصل لك كل الممبرز، ده معناه ان هو فهم ان ده ما لهوش اي مومنت، يعني فهم ان هو ايه، ان التراس ما لهوش مومنت. ليه؟ لان انا اديته ريليز منع المومنت في بدايه ونهايه كل اليمنت موجود عندي، تمام. حد هي خلاص كده احنا خلصنا اخر حاجه، امر ران اناليس.
تمام. المودل دونت ران كيس وتعمل ران ناو. ونسيبه مثلا هنا، هنسيب مثلا هنسيبه على الديسك توب في نيو فولدر واسميه مثلا واحد وادوس سيف. تمام، جاب لك حاجة بالمنظر ده. بص انا عملت ستارت انيميشن وتقريبا كده مظبوط يعني، ما فيهوش مشكلة. هو الممبر ده بس ده شكله فعلا ان هو فيه مشكلة، بس تعالى ايه نجرب نظهر الفورسز نعرف ايه الدنيا. هتيجي هنا تختار فريمز او كيبل وتظهر لي الاكسيال لود. تمام، نتيجة انت عندك ديد ولايف ويند. تمام، طب تعال نبص للسؤال كده. بص السؤال بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عايزك تظهر لي الفورسز ان ميمبرز ديو تو ديد زد لايف زد ويند. تمام، هتعمل لود كومباينيشن في الديد واللايف والويند. هتدوس ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومبو، ودي مثلا نسميها ديد بلس لايف بلس ويند. اول حاجه تحط لي لود الديد اد، بعد كده دود اللايف لود اد، وبعد كده لود الويند وتدوس اد وتدوس اوكي. تمام، وادوس اوكي. كده انا عرفت الثلاثة لودز وعرفت كل حاجة. تمام، تعالى بقى هنا ظهر لي الفريمز، وبعد كده اختار لي ادوس هنا ديسبلاي تشوف فورسز اند ستريسز فريمز او كيبل ديد بلس لايف بلس.